بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم عن الفوتون بيمز دوزوميتري طبقا لبروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هو TRS 398. معاكم محمد علي مرسي، فيزيائي طبي علاج إشعاعي، مصر أم الدنيا. سنة 2000 الوكالة الدولية نشرت التكنيك ريبورت سيريس نمبر 398 اللي هو ال TRS 398، وده للابسورب دوز ديترمينيشن لتحديد الجرعات المختصه للاكسترنال بيم راديو ثيرابي. حابب قبل ما اخش في المحاضره بتاعتي لازم اتكلم معاك على شويه مصطلحات كده، زي معنى كلمه راديشن. الاشعاع هي طاقه تطلق في شكل موجات او جسيمات عبر الوسط المادي اللي هي بتمر فيه، فده كده الراديشن. ايه بقى الايونيزنج راديشن؟ احنا كفيزيين طبيين بنشتغل في مجال الراديو ثيرابي، فاحنا بنتعامل مع الايونيزنج راديشن. ايه هي الايونيزنج راديشن؟ هي الاشعاعات ذات الطاقه عاليه تعمل على تقييم الوسط اللي هي بتمر فيه بسبب التفاعل بيحصل بين الاشعاع ده وذرات الوسط ده، مما يؤدي الى طرد بعض الالكترونات الذرات من المدارات بتاعتها. والايونيزنج راديشن بتاعتنا في منها نوعين، تو كاتيجوري اللي هو الالكترومغنيتيك راديشن زي الاكس راي والجاما راي، والبارتيكل راديشن زي الالكترون والبروتون ايه والنيدر. برضه هتكلم عن الايونيزيشن شامبر ككونسبت او بيزك بتاعها، لان احنا قياس الشغل بتاعنا قائم على ايه؟ الايون شامبر. الايونيزيشن شامبر هي الغرفه التايون، بيكون جواها اير. لما الايونيزنج راديشن بينزل عليها بيتفاعل مع ذرات الاير الموجوده ده، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها الايون بيرس جينريشن. الايون بيرس دي عباره عن النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج. ولما يكون عندنا ابلايد فولتج بنطبقه على الالكترودز بتاع الايون شامبر بتاعتنا، فمنطقي ان يعني النيجاتيف تشارج هتروح ناحيه الانود اللي هو القطب الموجب، والبوزيتيف تشارج هتروح للكاثود اللي هو القطب السالب. نتيجة الحركة دي هو التشارج كولكتنج بيتم تخليق او بينتج عنه حاجة اسمها الالكتريكال سيجنال. الالكتريكال سيجنال دي الانديكيتور بتاعنا اللي احنا من خلاله نعرف قد ايه موجود الراديشن، الشدة بتاعته قد ايه. فكان مهم ان احنا اقول لكم الكونسبت الصغير ده قبل ايه ما نبدا في المحاضره ايه بتاعتنا. ايه هو الدوزومتري في المطلق؟ ان جنرال اي ميجرمنت راديشن دي اسمها دوزومتري، تمام. لكن الكلينيكال راديشن بيمز بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في الراديو ثيرابي، فالميجرمنت بتاعتنا بنقيس الابسورب دوز في ووتر. ووتر احنا بنحطه ميه في الفانتوم بتاعنا تحت ميجرمنت كونديشن، تحت عوامل وظروف معينة علشان نقدر نطلع الابسورب دوز للروتيشن ده. في مسمى تاني للدوزوميتر اللي هو البيم كاليبريشن. يعني احنا لما نقول دوزومتري او كلينيك روتيشن بيم دوزومتري، ممكن نستخدم الكونسبت التاني اللي هو البيم اي كاليبريشن، فده ده مصطلح تاني. طيب ليه احنا بنحتاج بروتوكول اثناء المعايرة بتاعتنا؟ طبعا مش هنقدر انت لوحدك تروح جايب الاين شامبر بتاعتك وتحطها في الووتر فانتوم وتحطها تحت الجهاز وتقيس، هتقيس ايه؟ فلازم يكون عندنا بروتوكول او كود اوف براكتس نقدر نستخدمه اثناء القياس بتاعنا. الكود اوف براكتس او البروتوكول بتاعنا بيقدم لنا اول حاجه الفورماليزم، القوانين اللي احنا بنستخدمها اثناء تحديد الجرعه المختصه اللي احنا من خلاله نقدر نعمل كالكوليشن الابسورب دوز، البروسيديورز والميثود الخطوات اللي احنا يجب نتبعها اثناء الكالبريشن بتاعنا للفوتون بيمز، وفي الاخر الكولكتنج داتا، الداتا المطلوب اللي انا اجمعها علشان اقدر احسب الايه الابسورب دوز. عندنا امثله كتير للدوزمتر بروتوكولز في المحلي والاقليمي والانترناشونال. المحلي زي اليونايتد كينجدوم عندها البروتوكول بتاعها، والمانيا عندها البروتوكول بتاعها المحلي، وفي الريجيونال زي التاسك جروب 51 اللي هو في امريكا الشماليه، وده اللي هو البروتوكول بتاع الدبل اي بي ام، وفي الانترناشونال هو التي ار اس 398، وده اللي احنا بصدد اللي احنا ايه نشرحه. في تي ار اس 398 احنا بنستخدم كالبريتد ايونيزيشن شامبر علشان نقدر نقيس الابسورب دوز في الوتر في الميه.
اشهر او الموست كومن ايونايزيشن شامبر اللي احنا بنستخدمها في الابسورب دوز ميجرمنت هي التي ار اس، اللي هي الفارمر شامبر، انبوبه الفارمر شامبر. ومنقدرش ومش هنقدر نستخدمها في القياس بتاعنا الا ما نعرف الكالبريشن فاكتور بتاعها، وده هقول لكم ازاي ان احنا نقدر نقيس نجيب القيمه بتاعت الكالبريشن فاكتور. في الحقيقه احنا ما بنيجي نحط الانبوبه في الووتر فانتوم ونقيس، احنا ما بنقيسش ابسورب الدوز مباشره، احنا بنقيس تشارج كولكتد بالنانو كولر. وعشان نحول التشارج كولكتد اللي احنا قسناها لابسورب الدوز بالجراي هنحتاج نستخدم الكالبريشن فاكتور بتاعنا. الكالبريشن فاكتور بتاعنا بتاع الانبوبه بيجي منين؟ والانبوبه بتيجي تتعاير، بتتعاير يعني احنا بنحتاج نعمل معاير الانبوبه بتتعاير بايه؟ علشان نحصل على الكالبريشن فاكتور بتاعنا احنا بنبعت الانبوبه بتاعتنا لحاجه اسمها السكندري ستاندرد زوميتري لابوراتوري، وده معامل بتقدم خدمه لمعايره الادوات بتاعه المعايره زي الايون شامبر للتاكد ان القياسات بتاعتنا والنتائج بتاعتها تتناسب مع الانترناشونال سيستم يونتس والاي سي ار يو، وتكون النتائج بتاعتها سيفتي وافكتفنس. فبالتالي عشان اجيب الكالبريشن فاكتور بتاعنا الانبوبه لازم تروح لمعمل معتمد للدوزومتري. طيب الانبوبه بتاعتنا بتتعاير من خلال ايه؟ احنا بنعاير اغلب المعامل بتستخدم الكوبالت 60 عشان نعاير الانبوبه بتاعتنا اللي هي البيم كواليتي بتاعه اسمه كيو نوت. ليه الكوبالت 60؟ احنا بنستخدمه عشان سيم اوفر وير الانرجي بتاعته ثابته. طيب اشهر المعامل هو معمل الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، يعني المفروض احنا كل سنتين ناخد الانبوبه بتاعتنا عشان ايه؟ نعايرها. طيب المعمل بتاعنا لما بيجي يعاير بيدينا حاجة اسمها الكالبريشن سيرتيفيكيت، شهادة بالمعاينة. طيب ايه أهمية الكالبريشن سيرتيفيكيت؟ أولا بتديني حاجة اسمها الريفرنس ميجرمنت كونديشن، العوامل أو الظروف اللي احنا قسنا فيها عايرنا فيها الأنبوبة بتاعتنا، بتدينا حاجة اسمها الكالبريشن فاكتور، بتدينا حاجة اسمها الريفرنس بيم كواليتي. الكالبريشن فاكتور احنا قلنا مش هنقدر نحول الشارج كولكتنج لابسورب الدوز الا من خلال احنا نعرف الكالبريشن فاكتور بتاع الانبوبه اللي احنا بنستخدمها في القياس بتاعنا، والبيم كواليتي ريفرنس بيم كواليتي بتاعنا ان احنا نعرف الجهاز الانبوبه اتعايرت باي اشعاع، باي طاقه، باكس راي، بجاما راي او الكوبالت. احنا عمالين نقول obtain measurement under reference condition. ايه هي الريفرنس كونديشن اللي احنا المقصود؟ الريفرنس كونديشن بتاعتنا هي عبارة عن مجموعة من الانفلونس كوانتيتيز. الانفلونس كوانتيتيز دي يعني انا مش يعني ممكن اقول الترجمة الحرفية بتاعتها اللي هي كميات التأثير، اللي انا مش يعني مش قادر اقول كتعبير يعني عربي يعني، ولكن لا اقدر اقول انفلونس كوانتيتيز دي ان هي لا تمثل المقياس نفسه. احنا مش بنعمل دوزومتري او كالبريشن عشان نقيس الانفلونس كوانتيتيز دي، ولكن عدم القياس بتاعتها هتاثر على النتيجه النهائيه بتاعت الابسورب الدوز بتاعتها. على سبيل المثال عندنا الاير تمبريتشر والاير بريشر، لو احنا اثناء القياسات بتاعتنا اللي هي في المستشفى عندي ما قستش الاير بريشر والتمبريتشر، النتيجه بتاعتها تبقى اوفر استيميتد او اندر استيميتد. فبالتالي مهم جدا ان احنا نعمل فولس كوانتيتيز بتاعتنا، ان احنا نعمل لها نقيسها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. الانفلونس كوانتيتي اللي بتيجي مع الكالبريشن سيرتيفيكيت بيدينا شويه انفورميشن عن القياس الكالبريشن تم ازاي والظروف اللي تم معايره الانبوبه فيها. يعني مثلا يقول لك مثلا هنا الفانتوم اللي احنا قسنا بيه ووتر فانتوم، الاس اس دي اللي احنا استخدمها اثناء المعايره كانت 100 سنتي، الاير تمبريتشر والاير بريشر اللي هي تي نوت والبي نوت، دي هنحتاجها ان شاء الله جوه اثناء ما نخش في المحاضره شويه دي نشوف اهميتها ايه. فبيدينا الريفرنس تمبريتشر والريفرنس بريشر، بيدينا الدبس اللي هم قاسوا عليه، الفيلد سايز اللي هم اشتغلوا عليه، البولاريزنج فولتج اللي هم الابلايد على الانبوبه اثناء الايه المعايره بتاعتها.
وبالتالي بقى الاندر ريفرنس كونديشن بتاعتنا بقى الابسورب الدوز تو ووتر كوبالت 60 بيم تيجي من المعادله دي. دي دبليو دبليو دي تقول له ووتر، والكي نوت دي اللي هي البيم كواليتي بتاعت الكوبالت 60 دي الابسورب دوز تو ووتر بتساوي ام كيو نوت اللي هي الشامبر ريدنج كوركتنج كيو نوت زي ما قلنا تقول البيم كواليتي في الكالبريشن فاكتور بتاع كوبالت اي 60. فالانبوبه تم معايرتها وقياس الابسورب الدوز من خلال الفورماليزم دي او القانون ده. ولكن احنا ما بنيجي انا بقى في المستشفى عندي ما باجي اقيس، انا مش هقيس كوبالت 60، انا هقيس هاي انرج فوتون بيم. فبالتالي البيم كواليتي اللي انا بتاع الفوتون بيم مختلف عن البيم كواليتي بتاع الكوبالت 60 اللي هي الانبوبه اتعايرت فيه. معنى اخر احنا كده هنحتاج بيم كواليتي كوركشن فاكتور اللي هو هيكون الكيو كيو نوت. تمام. فالفورماليزم بتاعتنا هتتحول من اللي هي اللي انا شرحتها دي، هنضيف عليها ايتمز جديده اسمها البيم كواليتي كوركشن فاكتور اللي هو الكي كيو كيو نوت. وبما ان الانبوبه اتعايرت اجينست الكوبالت 60 فاحنا لما الكي كيو كيو نوت ممكن نكتبها كي كيو. فاحنا الكي كيو نوت دي خلاص عرفنا ليه الكوبالت، فهو بيقول لك خلاص يمكن تشيلها، واحنا عارفين ان هي لو هي انت ما شلتها دي عشان هي اتعايرت في الكوبالت 60. فبالتالي القانون بتاعنا بقى دي في الام كيو في الان في الـ في الـ كالبريشن فاكتور في البيم كواليتي كوركشن فاكتور بتاعنا الكي كيو. تمام. طيب احنا البيم كواليتي كوركشن فاكتور ده بنجيبه منين؟ اولا لازم نعرف البيم كواليتي كوركشن فاكتور، البيم كواليتي ايه الخصائص بتاعته. هو بيعتمد اولا على الكواليتي اوف راديشن، قحط طيب بتاعها، اكس راي، جاما راي، الانرجي، الماشين اللي خرج منها الراديشن كوبالت اكس راي. كل انبوبه كل اينايزون راديشن بتاعتها ليها الكيو الكي كيو فاليو بتاعتها. طب الكي كيو فاليو دي بنجيبها منين؟ بنجيبها من حاجه اسمها التيبل 14 او التيبل 14 من التيار من الكود بتاعنا اللي هو تي ار اس 398 اللي هو اسمه كالكوليتد فاليو اوف كيو اوف كي كيو فور هاي فوتون انرجي بيم. طيب احنا عشان نقدر نطلع القيمه بتاعت الكي كيو لازم يكون عندنا الموديل نمبر اوف الشامبر اللي احنا بنستخدمها، ودي هو ده ودي بنجيبها من السيرتيفيكيت بتاعت المعايره. ونعرف البيم كواليتي للفوتون بيم اللي احنا بنعايره من خلال التيشو فانتوم ريشيو 20:10. 20:10 ده بتقول للديبس بتاع الانبوبه في الوتر فانتوم. وبالتالي في الافقي هنا عندنا البيم كواليتي محطوط، والعمود الرأسي هنا الاين شامبر موديل بتاعتنا. ازاي بقى نقدر نقيس؟ فعشان اعرف الكي كيو لازم اعرف الموديل نمبر والتيشو فانتوم ريشيو 20:10. طب ازاي بقى اقيس التيشو فانتوم ريشيو 20:10؟ عندنا اكتر من طريقه. اول حاجه طريقه ان احنا الانبوبه بتاعتنا بنحطها في الايزو سنتر ونظبط الاس اس دي بتاعنا على 100، وبعدين بعد ما نظبط الانبوبه على اس اس دي 100 بنزود 10 سنتي ميه فوق الانبوبه بحيث يبقى الاس اس دي بتاعنا بقى 90. يبقى الانبوبه 10 سنتي تحت سطح ال 10 سنتي تحت سطح الميه والاس اس دي بتاعتنا 90. وناخد قراءه، وبعد كده ناخد قراءه تانيه من خلال ان احنا بنزود كمان 10 سنتي، يعني بقى الانبوبه فوقها 20 سنتي ميه. يبقى الاس اس دي بتاعت الاس اس دي موجود 80 سنتي. وناخد قراءة تانية، والريشيو بتاعت القراءتين على الدبس 20 والدبس 10 يبقى نقدر نطلع تيشو فانتوم ريشيو 20:10. في طريقة تانية ان احنا برضو نفس الفكرة، نحط الانبوبة بتاعتنا على الايزو سنتر وبعدين نحط نقرا الووتر سيرفيس بنحطه 90 سنتي زي ما عملنا المره اللي فاتت، وناخد القراءه، وبعد كده ما نزودش ميه بقى، احنا نرفع التانك بتاعنا لفوق بحيث الاس زي تبقى على 80 سنتي، وناخد قراءه، وزي ما عملنا المره اللي فاتت تبقى الريشيو بتاعت القراءه بتاعتنا اللي على دبس 20 ودبس 10.
ممكن ما نعملش ده كله ونقيس التشو فانتوم ريشيو من خلال البرسنتيبس دوز 10 وال10 دي، تقول برضو للدبس 10 سنتي، ونعوض تعويض مباشر في القانون ده، فيطلع لنا قيمة التشو فانتوم ريشيو 20:10. البرسنتيبس دوز 10 دي ازاي؟ احنا برضو بنظبط الأنبوبة بتاعتنا على اس اس دي 100، وبتتحط الأنبوبة في الأيزو سنتر، وناخد وبعدين ننزل الأنبوبة 10 سنتي تحت سطح المية، فالإس إس دي بتاعنا 100 والأنبوبة بتاعتنا 10 سنتي تحت سطح المية، وناخد قراءة. وبعد كده نحط الأنبوبة بتاعتنا على الدبس بتاع الدي ماكس، يعني احنا لو ستة، لو طاقة 6 ميجا فولت، يبقى احنا الأنبوبة نحطها على 1.6 cm أو 1.5 زي ما بعض الناس بتقول. الستة الدبس بتاع الدي ماكس بتاعها ايه 1.5، ولو مثلا 10 2.4 او 2.7 زي ما تحددوا. وبعدين ناخد القراءات، وبعدين نعوض برضو في القانون ده ريشيو في التو ريدنج 100% في القراءة بتاعة الأنبوبة على 10 سنتي، وبعد القراءة بتاعة الأنبوبة على الدي ماكس. يبقى كده طلع لنا قيمة البيرسنت دبس دوز على 10 سنتي على 10 سنتي. تمام، خلاص عرفنا نطلع قيمة التيشو فانتوم ريشيو 20:10، فبالتالي نقدر نحدد البيم كواليتي بتاعتنا اللي هي الكي كيو، يعني نشوف نوع الأنبوبة الموديل بتاعها، ونشوف القيمة بتاعة البيم كواليتي اللي احنا طلعناها للأنبوبة، ونما نشوف الانترسكشن بتاعنا اللي هيطلع. يبقى هي دي قيمة البيم كواليتي بتاعتنا. ممكن تلاقي القيمة بتاعة البيم كواليتي بتاعتك بين رقمين، فبالتالي نعمل الانتربوليت بتاعنا من خلال الاكسل شيت، ممكن تحسبه وتحسب قيمة الكي كيو بتاعتنا. طيب يبقى احنا كده نعمل تلخيص اللي احنا عملناه. احنا عملنا جبنا كالبريشن فاكتور من الشهادة بتاعتنا، عملنا ريدنج في الريفرنس كونديشن بتاعتنا، طلعنا قيمة الكي كيو من التيبل 14، وبالتالي نقدر دلوقتي نحسب الابسورب توز توتر من خلال القانون ده. طيب ولكن احنا دلوقتي احنا بنقيس الانبوبه بتاعتنا في كونديشن مختلفه جدا عن الريفرنس كونديشن اللي الانبوبه اتعايرت فيها، فبالتالي احنا هنحتاج كذا حاجه نعمل لها كوريكشن فاكتور لكذا حاجه موجوده عندنا. هنعمل كوريكشن فاكتور للبريشر والتمبريتشر، هنعمل كوريكشن فاكتور للبولاريتي افكت، هنعمل كوريكشن فاكتور للكومباينيشن افكت. الام كيو اللي هي موجوده في القانون بتاعنا، اللي هي الريدنج كوركتد في القانون بتاع الابسورب الدوز، هي عباره عن ام كيو رو مضروب في الكوريكشن فاكتور للاير والبريشر temperature والبريشر بتاع الاير بتاع الانبوبه، المضروب في البرارت افكت كوريكشن، مضروب في الكومباينيشن افكت كوريكشن. الام كيو رو ده احنا اصلا بنعاير الانبوبه، او ما احنا بنقيس الجهاز او بنعاير الجهاز، احنا بنقول له احنا عايزين ال 100 مونتر يونت يساوي 100 سنتيجراد، يعني لما الجهاز يضرب 100 مونيتور يونت يبقى النتيجة بتاعتنا بنعايره ان هو يساوي 1 جرام. فبالتالي ال ام كيو رو بتاعتنا هي بتكون القراءة اللي هي بتطلع في الالكترومتر بتاعنا مقسوم على number of مونيتور يونت. تمام، الكي تي بي والكي بولاريتي والكي ريكومباينيشن دي هنشوفها بقى ازاي احنا بنحسب. طب احنا ليه احنا اصلا التمبريتشر والبريشر بنحتاج نعمل لهم كوريكشن اثناء الكالكوليشن بتاعه الابسورب التوس؟ اولا احنا عارفين ان الماس اوف اير الموجود جوه الانبوبه دي علاقه بالدنسيتي والفوليوم، القانون المشهور بتاعنا الرو بتساوي ام على في، فاحنا الام بتاعتنا الماس بتاعها تساوي رو في. طيب احنا الفوليوم بتاعنا ثابت، الانبوبه بتاعنا ثابت خلاص، وطبقا للقانون بتاع الايديال جاز ان كده الدنسيتي هتتناسب تناسب طردي مع البريشر، وهتتناسب تناسب عكسي مع التمبريتشر. فلو احنا قلنا على سبيل المثال ان البريشر بتاعنا لو زاد الدنسيتي بتاعتنا هتزيد، وبالتالي
هيكون عندنا مور اير مولكيولز موجوده في السنسيتيف فوليوم بتاع الانبوب اللي هو اصلا ثابت، وبالتالي هيحصل مور انتر اكشن هتحصل، وبالتالي هيحصل مور نمبر اوف تشارج كولكشن، هيحصل نتيجه لكده هيبقى في اوفر استيميتد للقراءات اللي طالعه، اللي هي تبقى قراءه غير حقيقيه للقياس بتاعنا. وكذا بالنسبه للتمبيرتشر، لما التمبيرتشر يزيد الدنسيتي هتقل، وبالتالي نمبر اوف الانتراكشن بتاعنا هيقل، وبالتالي الدوز اللي احنا هنقيسها هتبقى اندر استيميتد، وبالتالي هتبقى قراءه غير صحيحه. فبالتالي احنا محتاجين نعمل كوريكشن فاكتور للبريشر والتمبيرتشر من خلال القانون ده. البي نوت البي نوت والتي نوت ده اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الريفرنس بريشر وتمبريتشر اللي احنا كنا جايبينها من السيرتيفيكيت بتاعتنا، تمام. وبتكون البريشر بتقاس في الكيلو باسكال، والتمبريتشر بتاعتنا في البي سي، تمام. البي والتي ده البريشر والتمبريتشر بتاعنا في التايم اوف ميجرمنت، في يعني جوه على الجهاز وانت بتقيس قبل ما تبدأ تقيس البريشر والتمبريتشر. هنا بيقول لك يفضل يعني عشان يبقى في ستابيليتي انك انت تكون الانبوبه بتاعتك والووتر فانتوم بتاعك بايت قبلها بيوم جوه البنكر بتاعك، علشان يبقى في ستابيليتي في البريشر والتمبريتشر بتاعك. طيب نيجي بقى للبولاريتي افكت. احنا فكره الايون شامبر زي ما قلنا اللي هي جواها اير، وبعدين الايونيزنج راديشن بينزل عليها، فبيحصل تاين للذرات الموجوده جوه الايون شامبر، وبيحصل بيعمل يحصل جنريشن حاجه اسمها الايون بيرز، بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج. البوزيتيف تشارج بتروح للنيجاتيف انود للنيجاتيف الكترود، والبوزيتيف تشارج بتروح والنيجاتيف تشارج بتروح للبوزيتيف انود اللي هو الكاثود والانود، تمام. طيب احنا دلوقتي البولاريتي بتاعتنا، احنا الايون شامبر بتتكون من تو الكترودز، سنتر الكترود واوتر الكترود. فلو احنا عملنا البولاريتي بتاعتنا ان السنتر الكترود بتاعنا بقى بوزيتيف، والنيجاتيف الكترود النيجاتيف الكترود والاوتر الكترود بتاعنا بقى نيجاتيف، بناخد قياس هما في الكونديشن دي، وبعدين نعكس البوزيتيف يبقى نيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف، تمام. هل تتوقع ان القياسات بتاعتنا للقياس بتاع الانبوبه في التوبولاريتي هيكون ذا سيم؟ لا طبعا مش هيكون ذا سيم. فبالتالي احنا محتاجين نعمل كوريكشن للبولاريتي افكت ده ليه؟ عشان نتاكد ان مفيش تاثير للبولاريتي اللي حصل على ايه القراءات ايه بتاعتنا، تمام. فبالتالي احنا هيحصل زي ما قلت اوفر استيميت او اندر استيميتد للقراءه بتاعتنا لو احنا ما طبقناش البولارت افكت كوركشن. ومن خلال القانون ده نقدر نحسب البولارت افكت كوركشن، الام بلس ده القياس بتاع السيجن او القراءه بتاعتنا لما كان البوزيتيف تشامبر بولاريتي، لو الانبوبه كانت بنقيسها بالابلايد فولتج بوزيتيف، النيجاتيف القراءه بتاعتنا اللي هي الام ماينس دي القراءه بتاعت الانبوبه لما كانت نيجاتيف تشامبر بولاريتي، الابلايد فولتج بتاعنا بالموجب، والام دي اللي هي القراءه بتاعت القراءه بتاعتنا سواء بالموجب او بالسالب. يعني على سبيل المثال لو احنا عندنا الام بلس بوزيتيف بولاريتي كانت قيمتها كذا، الام نيجاتيف النيجاتيف بولاريتي كانت قيمتها كذا، عوضنا تعويض مباشر في القانون طلعت القيمه بتاعتنا. في المقام هنا الام ممكن نحطها بقيمه الام بلس، او ممكن نحطها بقيمه الام ماينس، هيطلع لنا نفس ايه الرقم اللي هنا. نيجي للمثال تاني اللي هو الكومباينيشن افكت كوركشن. الكومباينيشن افكت كوركشن احنا عندنا زي ما قلنا ممكن النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج قبل ما توصل للديفرنت الكترودز سواء الانود او الكاثود يحصل لها كومباينيشن قبل ما توصل للالكترودز، وبالتالي كميه التشارج اللي هي تبقى اللي احنا هتتجمع من خلال الالكترود هتبقى قليله، وبالتالي هتدي قراءه قليله عن القراءه الحقيقيه. فبالتالي احنا محتاجين الكومباينيشن افكت ايه؟ combination effect correction نقدر نحسبه من خلال المعادلة دي.
ال M1 وال M2 دي الميجرد من خلال الابلايد فولتج V1 و V2. ال V1 اللي هو النورمال هو بيكون بالبوزيتيف، وال V2 بيكون لور فولتج. بيقول لك ان ال V2 بيكون اقل، بيكون تلت تقريبا من قيمة ال V1. يعني لو احنا قلنا الابلايد فولتج بتاعنا كان 300 فولت، فان ال V2 هتبقى على الاقل 100 فولت، تمام؟ ودي من خلال ناخد القراءة بتاعتنا. بالنسبة لل A small note وال A small one وال A small two، دي حاجة اسمها quadratic fair coefficient for calculation of Ks، ودي بنجيبها من تيبل اسمه التيبل الرقم بتاعه 9، ده موجود في الكود اوف براكتس. التيبل بتاعنا بيكون عبارة عن علاقة بين الريشيو بتاعت ال V1 وال V2 اللي احنا الابلايد فولتج اللي احنا طبقناه على الانبوبه اثناء القياس، والعلاقه بين الاي نوت والاي 1 والاي 2. يعني على سبيل المثال لو احنا قلنا الفي 1 بتاعنا كان 300 والفي 2 كان 100، فالريشيو بتاعتهم هتبقى 3. نيجي ناخد الرقم 3 ده نشوفه، 3 هنا القيمه بتاعته كام، بتقابل قيمه الاي نوت والاي 1 هنا كام، فطلعنا لنا الثلاث ارقام، فطلعنا القيم بتاعتهم، ناخدهم نعوضهم تعويض مباشر في القانون، يطلع لنا قيمة الـ combination effect correction. دلوقتي خلاص كده نقدر نقيس الـ absorbed waste water من خلال المعادلة بتاعتنا أو الفورماليزم دي، ويبقى كده احنا قدرنا نقيس الـ absorbed dose في الـ condition بتاعتنا. وعشان نتأكد من القياسات بتاعنا، احنا طبعا لما بنيجي نسطب الفانتوم بتاعنا والأيونيزيشن شامبر بنقول عندنا اس اس دي 100، فيلد سايز 10 في 10، الأنبوبة الدبس بتاعها بيكون تقريبا يعني الغالب احنا بنقيس على 10 سنتي تحت سطح المية. بناخد نفس البارامترز دي ونحطها على البلانك سيستم بتاعنا، بنعمل فيرتشوال فانتوم ونحط نفس الكونديشن، هو نظبط الاكسس بتاع البيم بتاعنا على اس اس دي 100، ونفتح فيلد سايز 10 في 10 ونحط البوينت اوف كالكوليشن بتاعتنا على 10 سنتي ديبس، ونعمل كالكوليشن ونشوف النقطه بتاعتنا 10 سنتي وصل لها قد ايه، اتحسب لها قد ايه. في الغالب هيطلع زي نفس القيمه اللي انت عرضت عليها الجهاز بتاعك. لو بقى ما حصلش نفس القيمة بقى ايه، تعيد القياسات بتاعتك وتتأكد من ايه النتائج بتاعتك. شكرا ليكم على الاستماع المحاضرة، ان شاء الله هيكون في محاضرة تانية هعملها اشرح فيها الاكسل شيت بتاع ال TRS 398 للفوتون بيمز، ازاي بنستخدمه وازاي بنعوض فيه الكلام ده كله. شاكرين لحضراتكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هشرح في المحاضرة دي كيفية استخدام الأكسل شيت الخاص ببروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية TRS 398 لقياس وحساب الأبسورب الدوس فور الهاي إنرجي فوتون بيم. معاكم محمد علي مرسي، فيزياء طبي علاج إشعاعي من مصر ومن الدول. سنة 2000 الوكالة الدولية نشرت الـ TRS 398، وهي عبارة عن توصيات بنستخدمها علشان نحدد ونحسب الأبسورب الدوس ان الاكسترنال بيم راديوثيرابي سواء للفوتون او الالكترون. بنحتاج نستخدم الدوزومتر بروتوكول ليه؟ علشان بيعطينا اول حاجه الفورماليزم، القوانين والمعادلات الرياضيه اللي احنا هنستخدمها ونعوض فيها علشان نحسب الابسورب الدوز، البروسيدورز والميثود اللي احنا هنتبعها اثناء البيم كالبريشن، ريكوايرد داتا، الداتا المطلوبه مننا علشان نحسبها نجمعها علشان من خلالها نقدر نحسب ايه الابسورب الدوز. مهم جدا لكل مستشفى او كل راديو ثيرابي سنترز ان يكون عندها البروتوكول بتاعها اللي هي بتستخدمه في الكالبريشن بيم، سواء كان محلي او اقليمي او انترناشونال. لو انت ما عملتش المعايره الدوريه للجهاز بتاعك، تاكد ان المريض بتاعك هيكون في ريسك، سواء بقى هياخد too much or little dose or little radiation أثناء الإيه التريتمنت بتاعه. قياس الأبسورب الدوز للووتر باستخدام الـ TRS 398 هياخد مننا وقت ومجهود، ولكن مقابل ذلك إنك أنت هتتأكد إن المريض بتاعك هيتعالج بشكل آمن وصحيح. قبل ما نبدأ
الاكسل شيت بتاعنا لازم بقى نشوف الاكويبمنت والدوزيمتر تولز بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في الايه في الكاس بتاعنا. اول حاجه لازم قال لك عندنا يكون عندك كالبريتد ان الكترومتر، ويكون عندك كالبريتد ايونيزيشن شامبر. واحنا قلنا الفارمر از ريكومندد من التي ار اس 398، ودي الموست كومن ايون شامبر اللي احنا بنستخدمها في الابسوليوت دوزيمتري. لازم الالكترومتر والايونيزيشن شامبر يكون عندهم كالبريشن سيرتيفيكيت، وكون ما تكونش اكسباير، لازم يكون على الاقل في سنتين موجودين، سنتين صلاحية من اخر تاريخ معايرة للايه للالكترومتر والايونيزيشن. يكون عندنا كالبريتد باروميتر وكالبريتد ثرموميتر عشان نقدر نقيس البريشر والتمبريتشر. الووتر تانك بتاعنا لازم يكون ليه مواصفات وابعاد معينه عشان نقدر نستخدمه في القياسات. اهمها ان احنا لما نفتح الفيلد سايز بتاعنا يكون في مارجن حوالين الايدج بتاعه الفيلد سايز تقريبا 5 سم من على اليمين وعلى الشمال ومن الامام ومن الخلف، علشان لو في سكاتر يجي من الوول بتاع الووتر تانك ما يأثرش على القرارات بتاعتنا. وطبعا لما الأنبوبة بتاعتنا توصل لأقصى دبس احنا هنحتاجه، لازم على الأقل يكون في 5 سم تحتها من البوتوم بتاعة الإلكترومتر، لنفس السبب برضو إن السكاتر اللي يمكن يخرج من الوول هيأثر على القرارات ايه بتاعتنا. هنحتاج تمبلت أو بيبر جراف عشان نشيك على الفيلد سايز. هنحتاج سبريت ليفل او ديجيتال ليفل عشان نشيك على الجانتري انجل والووتر فانتوم بتاعنا الاتزان بتاعه يعني. واكيد طبعا هنحتاج الاكسل شيت الخاص بالهاي انرجي فوتون بيم الخاص بتاع الوكالة. طيب احنا جهزنا الادوات اللي احنا هنستخدمها في القياس. نيجي بقى نعمل سيت اب ليها. اول حاجة الجانتري بتاعتنا هنخليها الزاوية بتاعتها زيرو، الالكترومتر انجل بتاعنا هيكون برضو زيرو، ده المحدد بتاعنا. نيجي بنعمل بريبريشن للفانتوم بتاعنا. اول حاجه هناخد الفانتوم بتاعنا نحركه نحطه تحت الجهاز بتاعنا زي الموجود في الصوره كده، تمام. هنعمل سويتش اوف للروم لايت بتاع البنكر بتاعنا الموجود في المعدل الخطي، ونعمل سويتش اون اللايت فيلد بتاعنا للمعدل الخطي، ونفتح الفيلد سايز بتاعنا as much as possible، يعني ممكن نفتحه 30 في 30 40 في 40. ازاي بقى نظبط الووتر تانك بتاعنا؟ في البوتوم بتاع الووتر تانك في كروس هير، تمام. فاحنا الكروس هير دي عايزين نحطها في الايزو سنتر بتاع الجهاز. ده يحصل ازاي؟ ان احنا بنحرك الووتر فانتوم بتاعنا ذهابا وإيابا كده ويمين وشمال لغاية ما يحصل ماتشنج مع الكروس هير الموجود في البوتوم بتاعه مع الكروس هير الموجود في اللايت فيلد الموجود في الجهاز. وانس ما يبقى الاتنين ماتشنج مع بعض، يبقى كده احنا حطينا الجهاز بتاعنا في الووتر تانك بتاعنا في الايزو سنتر او السنتر بيم اكسس بتاعنا، تمام. بعد كده بعد ما خلاص ما ظبطنا الووتر التانك بتاعنا في الايزو سنتر بنملى ميه لغاية ما نوصل للمستوى المطلوب اللي نقدر نستخدمه في القياس. رابع خطوة بقى نيجي نحسب أو نحدد أو نظبط الـ SSD بتاعتنا. عندنا طريقتين، يمكن نستخدم الـ Distance Indicator الموجود في المعجل الخطي، ويمكن نستخدم الـ SSD Verification Tool. لو هنستخدم الـ Distance Indicator كل المطلوب إن نحط ورقة بيضة على السطح بتاع المية ونبتدي ونحط الورقة البيضة دي طبعا في الـ ISO Center، يعني بحيث الـ Crosshair بتاع Light Field يكون باين عندي، ونبتدي نرفع الـ Water Tank بتاعنا للمستوى بحيث ان الاس اس دي الرقم اللي انت عايزه يكون موجود في الكروس هير بتاع اللايت فيلد الموجود عندنا. وانس ما هو يوصل للقيمه بتاعته خلاص كده يبقى احنا كده احنا ايه ظبطنا الاس اس دي بتاع الجهاز. والطريقه الثانيه يمكن نستخدم الاس اس دي فيريفيكيشن تول، وده عباره عن روت في تدريج من 0 ل 100. الطرف الاول بيتحط في هولدر كده بيتوصل بالهيد بتاعه اللينير اكسلريتور، والطرف الثاني موجود فيه تب كده او ابره كده موجوده في نهايته.
بعد ما بنحط التاب الرود دي في الهيد بتاعت المعجل الخطي، نبتدي نرفع المعجل، نرفع الووتر تانك بتاعنا لغاية ما يحصل كونتاكت مع الإبرة الموجودة في نهاية الرود دي مع الووتر سيرفس. يبقى احنا كده ظبطنا الووتر سيرفس بتاعتنا، قصدي ال SSD بتاعنا اللي احنا عايزينه على مثلا 100، وممكن في رود بيكون ب 110، في رود 90، فعلى حسب ال SSD اللي احنا عايزين نظبطها بنستخدم القيمة بتاعة الرود اللي احنا اللي هي الموجودة عندنا. خلاص احنا كده حطينا الووتر تانك بتاعنا في الايزو سنتر وملينا مية ورفعنا مية المستوى اللي احنا عايزينه والدنيا تمام. بعد كده بنحط الفارمر شامبر بتاعتنا في الهولدر بتاع الديتكتور هولدر الموجود في الووتر تانك، وبنعمل كونكت من الاين شامبر للالكترومتر الموجود في الكنترول روم. فعشان نوصل الاتنين دول ببعض احنا بنستخدم الشامبر اكستنشن كيبل اللي هو تقريبا حوالي 20 متر كيبل، لان انت عارف الالكترومتر مش هيكون موجود في البنكر بتاعنا، هيكون في الكنترول روم بتاعنا بره، ولذلك احنا محتاج حاجة اسمها الاكستنشن ايه كيبل. يبقى احنا كده جهزنا الووتر تانك بتاعنا وجهزنا الاس اس دي بتاعتنا وخلاص حطينا الايون شامبر بتاعتنا في الووتر تانك بتاعنا. طيب هنا البروتوكول بتاعنا بيقول لك يوزنج ذا ايون شامبر ذا ابسوربد دوز تو ووتر از تو بي ديترمايند ات بوينت بي ان ووتر. قال لك القياس بتاع الحساب بتاع الابسوربد دوز في الميه بيتم في نقطه اسمها بي في الووتر. فلو احنا كده يعني مثال توضيحي، يعني لو قلنا الدايرة الصفراء الكبيرة دي كروس سيكشن للايون شامبر بتاعتي، وان البوينت اللي لونها اورانج جواها دي البوينت بتاعتنا اللي احنا بنحسب عليها او بنحسب بالابسورب الدوس بتتحسب عليها. طيب هو بيقول بقى انت هل انت متأكد من البوزيشن بتاعت البوينت دي جوه الايون شامبر؟ ليه ما تكونش مثلا تكون موجودة في نص الايون شامبر، او تكون الصح ان هي تكون تحت او الصح تبقى فوق؟ فلازم نحدد البوينت دي هتكون موجودة فين جوه الايون شامبر عشان نظبط الميجرنج ديبس بتاعنا عليها. فالبروتوكول قال لنا لازم يكون في ويل ديفايند بوينت للبوينت دي، وسمى البوينت دي اللي هي الريفرنس بوينت اوف الشامبر. هو فعلا حد قال لنا مكانها بالظبط، قال لنا هي موجودة في الـ center of the cavity volume of chamber، هي موجودة في منتصف الغرفة في الشامبر اكسس في السنترال الالكترود بتاعنا. طيب ازاي بقى هنظبط الـ reference point دي مع الـ measuring depth بتاعنا؟ انا هقول لكم ازاي. لو فرضنا ان دي الايون شامبر بتاعتنا، ده كروس سيكشن منها كده، والخط ده هو الووتر سيرفيس بتاعنا، فانت لما تيجي تقرب الانبوبه من الووتر سيرفيس هيبقى ليها ميرور في الميه، تمام؟ وممكن تشوف الموضوع ده من الجنب كده من السايد بتاع الووتر تانك. احنا بنظبط الريفرنس بوينت مع الميجرنج ديبس بتاعنا بالطريقه دي، بتبص كده من الجنب تشوف الانبوبه بتاعتنا الميرور بتاعتها في الميه. كل ما تقرب الايون شامبر من السيرفس كل ما الميرور بتاعتها كمان بتقرب، لغايه كل ما تقرب لغايه ما يندمجوا مع بعض، نقرب كمان اكتر لغايه ما نوصل للبرفكت سايكل شيب ده، لغايه ما نوصل للشكل بتاع ده البرفكت ده الكوركت بوزيشن بتاعنا، تمام؟ فاحنا لما توصل للشكل ده وتبص من الجنب كده يبقى انت كده ظبطت الووتر الريفرنس بيت بتاعتنا مع الميجرنج ديبس. يعني بنسميها الهاف اميرسد، يعني نص الانبوبه في الميه ونصها في الهواء. خلاص احنا عملنا الووتر تانك، حطيناه في الايزو سنتر ومليناه ميه وظبطنا الاس اس دي وحطينا الانبوبه بتاعتنا في الميجرنج ديبس. نيجي بقى نعمل اللي احنا عملناه مع الووتر تانك، نحط الاين شامبر بتاعتنا في الايزو سنتر. فباستخدام الالاينمنت كاب بنحطه كده في الانبوبه، وزي ما عملنا في الووتر تانك هنعمل في الانبوبه، بنحرك كده الاين شامبر بتاعتنا ذهابا وايابا كده يمين وشمال لغايه ما يحصل ماتشنج بين الكروس هير الموجود في الالاينمنت كاب مع الكروس هير الموجود في اللايت فيلد. وانس ما الاثنين يكون خلاص ماتشنج يبقى ده كده الانبوبه اتحطت في الايزو سنتر، ونعرف البوزيشن ده ان هو ده اللي الديبس اوف زيرو بتاعنا.
خلاص عرفنا الديبس اوف زيرو بتاعنا. لو احنا هنشتغل ريفرنس ديبس هنروح ننزل مثلا على سبيل المثال 10 سنتي او 5 سنتي، بننزل نبتدي ننزل الانبوبة بتاعتنا تحت سطح المية 5 او 10 سنتي من لان الديبس زيرو. بعد كده بنفتح الفيلد سايز اللي احنا هنشتغل عليه، هو البروتوكول بيقول 10 باي 10. خلاص ظبطنا الفيلد سايز، نبتدي بقى نقيس، نحط الثرموميتر بتاعنا عشان نقيس درجة الحرارة. بنسيب الثرمومتر بتاعنا تقريبا 10 سنتي، 10 دقايق في المايه، وبعدين نسجل القيمة بتاعته. يعني في ريكومنديشن من البروتوكول بيقول it is important that the temperature of the ion chamber and water are stable, don't change during the measurement. بيقول مهم جدا ان درجة الحرارة الخاص بالآيون شامبر والووتر تكون مستقرة، ما تتغيرش على أثناء القياسات بتاعها. وعشان يتم ذلك قال لك يفضل أفضل طريق إحنا الآيون شامبر والووتر اللي إحنا بنحطه في الووتر فانتوم إن هما يباتوا قبلها بليلة في غرفة المعجل القطبي. لو حصل ده يبقى هنوصل للاستابيليتي اللي هو إيه عايزها. بنقيس البريشر بتاع الغرفة بتاعة المعجل الخطي وبنسجل القيمة بتاعتها. لو انت شغال لوحدك ممكن تنده تنادي يعني زميلك اللي شغال، لو في زي معاك شغال يراجع معاك الخطوات بتاعتك ويراجع السيت اب بتاعك. مهم جدا ممكن تكون نسيت خطوة، حاجة ما خدتش بالك منها، فهو يمكن يلفت نظرك يوجهك ليها. يعني خلاص احنا عملنا كل الخطوات السابقة اللي احنا ممكن نراجعها مع بعض. الووتر تانك بتاعنا حطيناه في الايزو سنتر ومالينا المايه ليفل معين وظبطنا الاس اس دي بتاعتنا، وبعد كده حطينا الايون شامبر في الووتر تانك وظبطنا الميجرنج ديبس بتاعه، ظبطنا الايزو سنتر بتاعه وقسنا درجة الحرارة وقسنا البريشر وحطينا الانبوبة بتاعتنا على الريفرنس ديبس وفتحنا الفيلد سايز بتاعنا 10 في 10. خلاص كده احنا ريدي للميجرمنت. نطلع بره كده في الكنترول روم ونفتح اللابتوب بتاعنا ونفتح الاكسل شيت بتاعنا للهاي انرجي فوتون. ايه الاكسل شيت بتاعنا؟ متقسم لكذا سيكشن. السيكشن الاولاني خاص بالراديشن تريتمنت يونت والريفرنس كونديشن، ده الخاص بالجهاز بتاعي انا لينر اكسلريتور بتاعي انا. والريفرنس كونديشن اللي احنا هنحطها دي الريفرنس بتاعت القياس بتاعتي انا اللي هي موجوده في المستشفى. فاحنا مثلا في اول خانه قال لك اسم اللينير اكسلريتور، يعني انت لو مثلا عندك جهازين تروبيم فهتكتب تروبيم 1 وتروبيم 2، يبقى انت عارف الاكسل شيت ده خاص باي ايه، او القراءه دي خاصه باي ايه لينير اكسلريتور. الدوز ريت اللي انت هتستخدمه اثناء الميجرمنت، في الغالب احنا بنستخدم اعلى دوز ريت. الريفرنس فانتوم، الفانتوم اللي انت استخدمته اثناء القياس بتاعك هو الووتر فانتوم. الريفرنس فيلد سايز على الايزو سنتر اللي هو 10 باي 10. لو انت هتشتغل ريفرنس ديبس فهو ده الديبس اللي انت هتنزله تحت سطح الماء اللي احنا قلناه من زيرو ديبس، ففي الغالب بيكون 10 سنتي. ولما نشوف اليونت بتاعت ال 10 سنتي اللي هي جرام على ال سي ام باور 2، فده الـ ده الـ دي دي اليونت بتاعت الدبس لما يكون بنقيس دبس في ميه. تمام. النومينال اكسلريتور بوتنشال دي البيم اليور بيم انرجي دي اللي هنا الطاقه اللي احنا هنعملها كالبريشن. البيم كواليتي اللي هو الكيو اللي هو التيشو فانتوم ريشيو، واللي احنا قبل كده شرحنا ازاي بنحسبه. ممكن نعيد الموضوع تاني. احنا الايون شامبر بتاعتنا بنسيبها في الايزو سنتر 100 سنتي فروم ذا سورس، وبعد كده بناخد قراءة لما على الاس اس دي 90، وبعد كده بس الانبوبة هتكون تحت سطح المية ب 10 سنتي يعني، وبعد كده بنزود 10 سنتي مية كمان فوق الانبوبة بحيث الاس اس دي بتاعنا يكون 80 سنتي، وبعدين ناخد القراءة بتاعتنا. وده كل الانبوبه بتاعتنا في الايزو سنتر. وبعد كده ناخد القراءه بتاعت التيشو فانتوم ريشيو 20 10، تعويض مباشر في القانون ده. ممكن نقيس التيشو فانتوم ريشيو 20 10 بدلاله البرسنتيبس دوز 10
احنا قلنا البيرسون ديب سيتو ستين ممكن نقيسها من خلال برضو نفس السيت اب. احنا الووتر سيرفيس ستاي ان ات ايزو سنتر 10 سم فروم ذا سورس، ناخد قراءة لما تكون الايون شامبر بتاعتنا على 10 سم، وبعدين ناخد قراءة تانية على الديبس اوف دوز ماكسيمم، ونعوض مباشرة في القانون ده فيطلع لنا قيمة البيرسون ديب سيتو ستين، ونعوض في القانون ده يطلع لنا تشو كانتوم ريشيو 20:10. تمام كده طلعنا قيمة البيم كواليتي. السيت اب بتاعنا الووتر تانك بتاعنا هيتحط على الاس اس دي ولا الاس اي دي؟ الاس اس دي اللي هو السورس سيرفاس ديستانس، يعني المسافة من السورس للسيرفاس بتاعة الووتر 10 سنتي، او الاس اي دي ان الايون شامبر بتاعته موجودة في الايزو سنتر على السنتر اكسس، فده الاس اي دي. طيب احنا بنحدد اس اس دي او اس اي دي اكوردنج تو الداتا بيم كونفيجريشن بتاعت التريتمنت بلاننج سيستم اللي احنا اللي هو الكالكوليشن سيستم بتاعنا، هو اللي بيقول لنا احنا هنشتغل اس اس دي ولا اس اي دي. الريفرنس ديستانس الديستانس بتاعنا او الاس اس دي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في القياس، ممكن في ناس بتحط 100 سنتي وفي ناس بتحط 90. يعني انا ممكن لو انت هتشتغل اس اس دي مع ريفرنس ديبس بتحط 100 سنتي، الديبس بتاع الريفرنس الديبس بتاعنا بتحط 10 سنتي. في ناس بتشتغل اس اي دي فهتحط مثلا 90 سنتي وهنا الديبس بتاعك 10 سنتي، ديبند يعني. احنا قلنا السكشن الاولاني خاص باللينير اكسلريتور بتاعك والريفرنس كونديشن بتاعتك اللي انت هتستخدمها في القياس، اما السكشن الثاني خاص بالايونيزيشن شامبر والالكترومتر بتاعك. وطبعا مش هتقدر يعني تستخدم تملى الفراغات او الداتا الخاص بالسكشن ده الا ما يكون معاك الكالبريشن سيرتيفيكيت الخاصه بالايون شامبر بتاعتك والالكترومتر بتاعك. زي ما احنا شايفين اول حاجه قال لك الايون شامبر موديل، في الاكسل شيت هتلاقي في مثلث كده اسود كده هتضغط عليه هيطلع لنا قايمه بالاين شامبر الموجوده تبع الشركات كلها، فانت تختار الاين شامبر بتاعتك النوع اللي انت بتستخدمه في القياس بتاعك. تمام السيريال نمبر وده برضو موجود في الكالبريشن سيرتيفيكيت. الكالبريشن سيرتيفيكيت بيقول لك نوع الانبوبه اللي انت شغال بيها والسيريال نمبر بتاعها. طبعا بتقول له نوع الشامبر وول بلاستيك او جرافيت والسيكنس بتاعها. انت اول اصلا ما بتختار الانبوبه الجزء ده بينزل اوتوماتيك، يعني ما انتش انت اللي بتحدده يعني. فانت اول ما بتختار الانبوبه من القايمه دي بينزل لك نوع الماتيريال بتاعت الشامبر والجرافيت والسيكنس بتاعه. في حاجه اسمها ووتر بروف سليف، كل الاين شامبر اللي احنا بنستخدمها بتكون ووتر بروف يعني ضد الميه، احنا بنستخدمها في ميه، ولكن ممكن بعض الانابيب ما بيكونش ووتر بروف. ففي حاجه اسمها سليف كده موجود في الووتر تانك بتدخل فيه الانبوبه، فده لازم تذكره سواء بقى تشوف نوعه او الكلام ده كله، ده هيكون موجود عندك في السيرتيفيكيت. بتحدد الريكورد الماتيريال بتاعته والثيكنس بتاعه. طيب الفانتوم ويندو، في احنا القياسات الطبيعية هتبتيس من فوق من فوق، لكن لو في قياسات من الجنب فانت بتحدد الويندو بقى الموجودة في الفانتوم اللي انت هتقيس منه، ده بيكون بتحدد طول الماتيريال بتاعتها قد ايه والثيكنس بتاعها قد ايه. الكاليبريشن فاكتور دي مهمة جدا طبعا، مش هنقدر نحول الكولكتنج تشارج لابسورب دوز الا من خلال الابسورب دوز تو ووتر كالبريشن فاكتور، وده برضو بنجيبه من السيرتيفيكيت بتاعتنا. اليونت بتاعته هو في الشهادة برضو بيقول لنا هل انا كالبريشن كان جراي يعني نانو كولوم ولا جراي بالريدنج. الكاليبريشن كواليتي بتاعنا هل تايمة معايرة الأيون شامبر بتاعتنا في الستاندر سكندري ستاندر دوزيمتري لاب بالكوبالت 60 ولا الفوتون بيم؟ أغلب الدوزيمتري لابس بتستخدم الكوبالت 60.
كاليبريشن ديبس، الأنبوبة تم معايرتها في الـ SSDL على أي ديبس. طيب لو الأنبوبة بتاعتنا ما تعايرتش بكوبل 60 وتعايرت بفوتون بيم، فهنا بيقول لك اذكر البيم كواليتي بتاع الفوتون اللي هو التيشو فانتوم ريشيو 20:10، فتحط القيمة بتاعتها ده فوانس ان الأنبوبة ما تعايرتش في كوبل 60، الدرجة البريشر والتمبريتشر والهيموديتي اللي هي الرطوبة، دي الريفرنس بتاعتنا، الريفرنس كونديشن والكالبريشن دي موجودة الكالبريشن سيرتيفيكيت بتاعتنا، بيقول لك التمبريتشر والبريشر والرطوبة بتاعتنا القيم بتاعتهم قد ايه. البولاريزنج بوتنشال دي قيمة الالكترومتر فولت اللي هو استخدم في الـ SSDL في القراءة بتاعتنا، يعني هل هي 300 400، يعني هما مش هيطلع من خارج القيمتين دول، فالأغلب بيستخدم الـ 300. خلي بالك القيمة اللي انت هتحطها هنا هي نفس القيمة اللي انت هتستخدمها في القياسات بتاعتك، فخلي بالك من النقطة دي، يمكن الشهادة بتاعتك تكون فيها 300 انت تيجي تحسب على 400، فيبقى عندك كده ايه مستيك هتحصل في القياسات بتاعتك. طيب الكاليبريشن بولاريتي دي البولاريتي بتاعت الالكترومتر اللي استخدمت اثناء الكاليبريشن بتاعت الاين شامبر بتاعتك، بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب ساعات بيكون في الانبوبه معمول لها بولاريتي افكت كوركشن، فلو ده لازم يذكره، لو مذكور في الانبوبه في الشهاده خلاص بتعلم عليها، بتعلم عليها زي ما قلت دي البولاريتي اللي احنا هنستخدمها في الميجرمنت بتاعتنا، لازم تكون نفس البولاريتي الانبوبه اتعايرت ايه فيها. هنا في الشهادة ذاكر الفولتج والبولاريتي بلس 400 فولت، ده هنا الكاليبريشن لابوراتوري، اسم المعمل اللي تم المعايرة فيه وتاريخ ايه المعايرة. نفس الفكرة بتاعت الاين شامبر لما جبنا الموديل بتاعه، نفس الفكرة بنجيب الالكترومتر موديل والسيريال نمبر، دول بيجيبوا من الشهادة يكون مذكور فيها الموديل بتاع الالكترومتر والسيريال نمبر بتاعه. طيب بعد في بعض الأوقات إن في الغالب إن الأيون شامبر والالكترومتر بيتعمل لهم معايرة في نفس الشهادة. طب لو في سبق لو الالكترومتر معمول له معايرة في شهادة والأيون شامبر معمول له معايرة، كل واحد ليه شهادة، فبالتالي إحنا بنحدد هنا هل هما ذا سيم ذا سيم اللي هي كاليبريشن سيرتيفيكيت ولا ديفرنت. ولو يس لو الالكترومتر متعاير لوحده فاحنا بنكتب اسم اللاب اللي اتعاير فيه وتاريخ المعايرة بتاعته. الرينج سيتنج بتاع اللي احنا استخدم الالكترومتر استخدمها في الـ SSDL، هل هو هاي ميديم لو، ده برضه مذكور في سيرتيفيكيت. يبقى كده احنا خلصنا السيكشن 1 اللي هو الخاص بالريفرنس كونديشن بتاعتي اللي انا هقيس بيها في غرفه المعجل، والسيكشن 2 خاص بالاين شامبر والالكترومتر الريفرنس كونديشن بتاعتهم في اثناء المعايره في الاس اس دي ال. يجي الجزء الثاني اللي هو الميجرمنت سيكشن 3 الميجرمنت. قبل ما نبدا الميجرمنت لازم نتاكد من شويه حاجات، لازم اول احنا نكون نوصل كونكتد الاين شامبر بالالكترومتر من خلال الاكستنشن كيبل، سيت فولتج بتاعنا سواء ماجنتيود او بولاريتي بيكون ماتشنج مع الفولتج ريكوردد ان الكالبريشن سيرتيفيكيت، نعمل وارم اب للالكترومتر بتاعنا والاين شامبر بتاعنا ان احنا ندي بيم اون تقريبا 500 ملتر يونت، زيرو نعمل نال او زيرو الالكترومتر بتاعنا ونديله sufficient time to reach the equilibrium with the new setting زي ما قلنا قبل كده، نتيجة نغير من نغير البولاريتي بتاعتنا يا اما نطفي الالكترومتر بتاعنا او نخليه يوصل للزيرو قبل ما ايه نبدأ بالقياسات الجديدة يعني، ونديله الوقت بتاعنا الكافي عشان يوصل للإكليبريوم اللي احنا ايه محتاجينه.
طبعا احنا بنعمل يعني ايه كلمة، احنا بنعمل معايرة بحيث ان ال 100 مونيتور يونت يدوا 100 سنتي جراي، تمام؟ يعني ال 100 مونيتور يونت يدوا 1 جراي. فدي ده التارجت بتاعنا، دي المعايرة بتاعتنا، ان احنا نظبط ال 1 جراي، ال 100 مونيتور يونت يدونا 1 ايه جراي. فاحنا ما بنيجي نقيس بندي البيم اون بندي 100 مونيتور يونت. نيجي بقى للقياسات بتاعتنا. ال V1 ده قيمة الفولتج اللي احنا هنقيس بيها، اللي احنا هنحطها في الالكترومتر، ودي اللي قلنا اللي هتكون ماتشنج مع الفولتج الموجود في ال calibration certificate. يعني هنا لو في 300، لو في الشهادة مكتوب 300 هنحط هنا 300، مكتوب 400 هنحط هنا ايه 400 مع البولاريتي بتاعتها، تمام؟ طبعا القراءة بتاعت ال reading بتاعت الالكترومتر في ال V1 احنا مش من اول مرة، احنا ممكن ناخد 3 4 او 5 قراءات ونقسم على العدد، يعني ناخد الافريج بتاعهم ونحط القيمة بتاعتهم هنا، وده هيمشي على كله. يعني انت مش من اول قراءة بتطلع لك في الالكترومتر انت بتحطها، لا، بتعيد مرة واثنين وثلاثة وتاخد الافريج بتاع القراءات دي. الريد اوت بتاع الالكترومتر انت بتحدده، يمكن تحط خليه بالنانو كولوم او بالريدنج. احنا قلنا ده النمبر اوف مونيتور يونت اللي احنا استخدمناه، في الغالب هكون 100 مونيتور يونت. يعني عشان ال M1 دي الالكترومتر ريدنج، ده اللي احنا قسمنا ال V1 على النمبر اوف مونيتور يونت ادانا اللي هو ال M1. البريشر دي الروم بريشر اير ات ذا تايم اوف ميجرمنت بالكيلو باسكال، دي اللي هي بتاعتنا في عند الجهاز جوه. التمبريتشر دي الووتر تانك تمبريتشر ات ذا تايم اوف ميجرمنت. ذا روم هوميديتي ده ات ذا تايم اوف ذا ميجرمنت، الرطوبه بتاعتنا، يمكن زي ما قلنا قبل كده نسيب دي فاضيه مش لها تاثير على القياسات. الاير بريشر اند تمبريتشر ده الكوركشن فاكتور هو الكي تي بي. البي نوت والتي نوت زي ما قلنا دي الريفرنس اير بريشر والريفرنس تمبريتشر، ودي بنجيبها من الكالبريشن سيرتيفيكيت بيكون موجوده. ده مثال كده زي نحسب الكوركشن فاكتور بريشر تمبريتشر، فلو قلنا التي نوت والبي نوت من السيرتيفيكيت قيمتهم كذا، والاكتوال بريشر وتمبريتشر في اثناء الميجرمنت كذا، فاحنا هنعوض تعويض مباشر بالقانون، هيطلع علينا قيمة التمبريتشر بريشر ايه كوركشن فاكتور. الالكترومتر كاليبريشن فاكتور، لو الايون شامبر والالكترومتر الاثنين متعايرين مع بعض، فبنحط قيمة الكي كي اي ال اي سي دي بنحطها بواحد. طيب البولاريتي كوركشن، احنا شرحنا فكرة البولاريتي كوركشن واهميتها في الميجرمنت بتاعتنا. فالام بلس دي الريدنج للالكترومتر لما بنستخدم بوزيتيف الكترومتر بولاريتي، تمام؟ وزي ما قلنا بيكون 3 قراءات او 5 قراءات وناخد الافريج بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده البولاريتي بتاعت الالكترومتر الموجودة 300 فولت. النيجاتيف الام ماينس دي الريدنج بتاعت الالكترومتر للبيم لما نستخدم نيجاتيف الكترومتر بولارتي. هتلاقي في الالكترومتر بتاعك في زرار كده بيعمل سويتش بين البوزيتيف والنيجاتيف بولارتي، او في موديلات تانية بيكون اوبشن كده بتخش على الشاشة بتاعت الالكترومتر وتختار البولارتي بتاعتك بوزيتيف ولا نيجاتيف. وزي ما قلنا واحنا بنغير لازم ندي sufficient time للالكترومتر بتاعنا لو في new setting زي ما قلنا عشان يوصل للإكليبريوم اللي هو ايه محتاجها. وده لما غيرنا البولاريتي بيظهر نكتب ايه 300 فولت. البولاريتي effect correction factor ده الكي بول، يبقى احنا كده هنقدر نحسبها. الام الموجوده دي الريدنج بتاعت الالكترومتر سواء بقى البوزيتيف او النيجاتيف ايه بولاريتي. ده مثال كده، لو احنا على سبيل المثال قلنا ان الام بوزيتيف
قيمتها كذا، الام نيجاتيف ماينس دي قيمتها كذا، لو عوضنا تعويض مباشر هيطلع لنا قيمة الكوريكشن فاكتور بتاع ايه البولاريتي. القيمة الموجودة اللي هي 2m اللي هي الام دي اللي هي 1.444 دي قيمة الام بوست بولاريتي، لكن ممكن نستخدم الام، ممكن نحط قيمة النيجاتيف بولاريتي عادي في المقام وتعوض عادي وهتطلع نفس القيمة. نيجي للكومباينيشن كوريكشن. عندنا برضه انا شرحت فكرة الكومباينيشن وان ما يكونش ان يحصل ريكومباين الاين بير قبل ما توصل للبوزيتيف والنيجاتيف الكترود، فبالتالي هيكون في اندر استيميت او اوفر استيميت للقراءة بتاعة التشارج بتاعتنا. فال V1 دي هتكون نورمال الكترومتر بولاريتي، ال V2 ريديوست. فعلى سبيل المثال لو احنا قلنا ال V1 بتاعنا هيكون 300 فولت بوزيتيف طبعا، فال V2 بتاعتنا هتكون 100 فولت، هي بتكون تقريبا التلت، يعني انا 300 يبقى التلت بتاعها 100 زي ما احنا شايفين كده حاطين فيه. ال M1 دي الريدنج بتاعت الالكترومتر في النورمال فولتج، برضو 3 قراءات وناخد الافريج بتاعها. وال M2 دي الريدنج بتاعت الالكترومتر في الريديوست فولتج، برضو 3 4 أو 5 قراءات وناخد الافريج بتاعها. البيم تايب، كل المعجلات الخطية بنختار البيم تايب بتاعها بالس نوت بالس سكان. الفولتج ريشيو اللي هي ال V1 على ال V2، يعني بنقسم قيمة ال V1 على ال V2 يعني 300 على ال V2 اللي هي 100، يبقى تطلع القيمة بتاعتها. والريشيو اوف ريد M1 على M2 نفس الفكرة، بنقسم M1 على M2. ال A نوت ال A1 وال A2 دي حاجة اسمها quadratic fair coefficient for the calculation of Ks اللي هي ال combination correction factor، ودي بنجيبها من table 9 الموجود في البروتوكول. table 9 دي عبارة عن قيمة ال ratio بتاعت ال V1 على ال V2، فلما احنا نقسمهم على بعض نقدر نطلع الرقم المكافئ للقيمة. يعني على سبيل المثال احنا ال V1 وال V2 في المثال بتاعنا 300 ده ب3، فالتلاتة ده قصادها ايه في الاي وان الاي نوت والاي وان والاي تو. تمام، احنا كده عرفنا قيمة الاي نوت والاي وان والاي تو بتلاتة الفي وان على الفي تو. الكي اس دي ادي له كومباينيشن فاكتور، وده مثال كده عندنا. احنا لو قلنا الفي وان بتاعنا 300 فولت، والام والقراءة بتاعته الافريج بتاعتها 1.44 نانو كولوم، والفي تو اللي هو reduced voltage 100 فولت، والقراءة بتاعت الأفريج بتاعتها 1.434 نانو كولوم. فلو احنا قسمنا V1 على V2 طلعت ب3، فاحنا هنا في الـ table 9 دي رقم 3، فكده نحدد من القيمة دي قيمة الـ A-Not والـ A1 والـ A2. بعد ما طلعنا قيمتهم نقدر نعوض تعويض مباشر في القانون بتاعنا، فيطلع لنا قيمة الـ Recombination Correction Factor، ودي هي اللي هنستخدمها. ال MQ ده بقى الـ Dosimeter Reading after being corrected with all factors calculated above. يعني ال MQ ده حاصل الـ Reading بتاعتنا بتاعت الـ Polarity اللي هو الـ Normal Polarity بتاعنا، في الـ Temperature Pressure Correction، في الـ Correction بتاع الـ Electrometer، في الـ Polarity Correction Effect، في الـ Recombination Correction، ده تطلع قيمة الـ Reading بتاعتنا. طبعا هي بتكون ريد اوت بتاعتنا سواء بالنانو كولوم او الريدنج. نيجي في سيكشن 4، احنا كده خلاص احنا كده في السيكشن 1 خدنا الجزء بتاع المعدل الخط بتاعه والريفرنس كونديشن بتاعت الميجرمنت. في السيكشن 2 كان خاص بالاين شامبر والالكترومتر البيانات بتاعتهم اللي احنا خدناها من الكاليبريشن سيرتيفيكيت، والجزء الثالث هو الخاص بالميجرمنت بتاعتنا قسنا البريشر تمبريتشر كوركشن فاكتور والاين
والبولاريتي افكت كوركشن والكومباينيشن افكت. دلوقتي احنا هنقيس الابسوربد دوز على الووتر تو ووتر ات ريفرنس ديبس. احنا قبل كده احنا قلنا يمكن نشتغل اس اس دي واس اي دي. فاحنا لو اشتغلنا اس اس دي فاحنا هيكون الريفرنس اللي احنا اشتغلنا مثلا 10 مثلا. وفي السيستم ده هنشرح بقى ازاي نقيس الريفرنس ديبس بتاعنا اللي احنا هنقيسها. احنا كنت حاطينه 10. فاحنا الاول حاجه لازم نعرف البيم كواليتي كوريكشن فاكتور بتاعنا، وده شرحته قبل كده ازاي ايه بنقيسه من التيبل 14. التيبل 14 عباره عن علاقه بين الموجود فيها البيم كواليتي، لو تشوف فانتوم ريشيو 20 10، والموديل نمبر بتاع الايون شامبر. فعشان نقدر نحسب البيم كواليتي كوركشن فاكتور لازم يكون عندنا الموديل نمبر، ودي هنجيبها من الكاليبريشن سيرتيفيكيت، وعندنا البيم كواليتي تشوف انتم ريشيو 20 10، ودي انا وريتكم ازاي بنحسبها. لو وجدنا قيمه تشوف انتم ريشيو وعرفنا الموديل نمبر، نقدر ساعتها نحسب البيم كواليتي كوركشن فاكتور، ان احنا نشوف القيمه بتاعتها بتاعت البيم كواليتي تتقاطع مع الموديل نمبر. فساعتها في التقاطع ده هنعرف الكوركشن البيم كواليتي كوركشن فاكتور بتاعنا. خلاص وانس احنا عرفنا البيم كواليتي كوركشن فاكتور بتاعنا للبيم اللي احنا بنستخدمه، ساعتها نقدر نحسب الابسورب دوز تو ووتر ات ريفرنس ديبس اللي احنا قلنا 10. فهو حاصل ضرب اللي هو الابسورب دوز، حاصل ضرب اللي هو الكوركشن الريدنج اللي احنا طلعناه في الالكترومتر بعد ما عملنا كوركشن فاكتور ليها في الكاليبريشن فاكتور بتاعنا اللي احنا جايبينه من السيرتيفيكيت بتاعتنا في البيم كواليتي اللي احنا قايسينه بدلاله التشو فانتوم ريشيو 20 10. تمام خلاص كده، يبقى كده احنا حسبنا الدوز بتاعتنا على الريفرنس دوز. طب لازم نتأكد ان القياس بتاعنا مظبوط، بنروح على التريتمنت بلانك سيستم بتاعنا ونحط ونحسب نعمل فيرتشوال فانتوم كده ونحط نفس الكونديشن بتاعتنا عليه اس اس دي 100، الفيلد سايز بتاعنا 10 في 10، والديبس البوينت اللي احنا هنحسب لها تكون على ديبس 10، ونعمل كالكوليشن. لو البوينت دي وصل لها نفس القيمة اللي هي طلعت في الاكسل شيت، يبقى انت كده القياسات بتاعتك ايه تمام. لو طلعت مختلفه يبقى انت تراجع القياسات بتاعتك وتشوف ايه الخطا اللي كان ايه موجود. طيب احنا حسبنا على ريفرنس ديبس. طب لو احنا عايزين نعمل ابسورب دوز ووتر ات على الدي ماكس بتاعنا، على الديبس اوف الدوز ماكس بتاعتنا، فاحنا في السكشن 5 ده بيشرح لنا ازاي ان احنا ايه نقدر نحسب الابسورب دوز تو ووتر دي ماكس. يعني هو بيقول لك احنا ما نستخدمش، لو احنا خلاص احنا لو احنا على لو انت هتستخدم ريفرنس ديبس خلاص يبقى انت كده تمام. لكن لو انت الكلينيكال دوزيمتري كالكوليشن سيستم بتاعتك هو زي ما قلنا قبل كده ان هو البيم كونفيجريشن بتاعتك متظبطه ان احنا نستخدم ان هو القياس بتاعنا او النورماليزيشن بتاعنا يكون على الدي ماكس، فاحنا هنستخدم السكشن اي 5 ده. في السكشن 5 اول حاجه بيديك الديبس اوف دوز ماكسيمم اللي هي زد ماكس، يعني مثلا على سبيل المثال 6 ام في بيكون الدوز اوف دوز ماكسيمم بتاعتها 1.6. زي ما قلنا احنا عندنا تو سيت اب اس اس دي واس اي دي. تمام فاحنا لو هنا احنا مش هنستخدم الاس اس دي سيت اب الا لو احنا في كالبريتد وذ الووتر سيرفيس بتاع بيكون 100 سنتي اس اس دي، والكلينيكال دوزيمتري كالكوليشن سيستم از نورمالايزد ات دي ماكس. يعني انا الووتر تانك بتاعي محطوط على اس اس دي، السيت اب بتاعه اس اس دي 100 سنتي، وانا نازل ريفرنس ديبس، بس النورماليزيشن بتاعت التريتمنت بلانك سيستم اللي بيم كونفيجريشن بتاعته حصلت نورماليزد على الدي ماكس. فاحنا هنستخدم السكشن ده اللي هو بنعرف بيه ان البيرسن ديبس دوز بتاعتنا كانت 10 باي 10، وان البيرسن ديبس دوز 10 سنتي كانت على ريفرنس ديبس 10 سنتي، ودي قيمه البيرسنت ديبس دوز 10 زي ما احنا حسبتها قبل كده. قلت لكم ازاي بنحسبها،
ان احنا بنحط الووتر سيرفيس بتاعنا على 100 سنتي على الايزو سنتر، وبناخد قراءة على الديبس 10 سنتي، وبعدين قراءة على الدي ماكس، وبعد كده بنعوض في القانون فيطلع لنا قيمة البيرسنت ديبس دوز 10. وزي ما قلنا دي بنحتاجها في الاس اس دي سيت اب اونلي. تمام، فاحنا كده بعد ما جبنا قيمة البيرسنت ديبس دوز على الريفرنس ديبس 10 طلعت لنا، جبنا القيمة بتاعتها، نقدر ساعتها نحسب الابسورب دوز ات الديبس اوف دوز ماكسيمم، ان احنا بيكون حاصل ضرب 100 على الابسورب دوز في الريفرنس ديبس على البيرسنت ديبس دوز على 10 سنتي، تطلع لنا قيمة الابسورب دوز على الدي ماكس. طيب لو احنا هنستخدم ال اس اس دي ال اس اي دي سيت اب، فبيقول لك احنا مش هنقدر نستخدم السكشن ده الا ما يكون يور كالبريتد ويز اين شامبر سنتر ات 100 سنتي فروم ذا سورس اند يور كلينيكال ديزومتري كالكوليشن سيستم از نورماليزد ات دي ماكس. يعني احنا السيت اب بتاعنا معمول اس اي دي، وان البلانك سيستم بتاعنا البيم كونفيجريشن بتاعته معمول نورماليزد، معمول نورماليزيشن على ايه دي ماكس. فده بيتم من خلال ان احنا نحسب التشو ماكسيمم ريشيو على ديبس 10، بنفتح فيلد سايز 10 في 10، وده بيتحسب قلنا التشو ماكسيمم ريشيو 10 ما بتحسبش الا في الاس اي دي سيت اب اونلي. الاين شامبر نفس الفكرة، الاين شامبر بتاعتنا بيكون برضو على الات الايزو سنتر 100 سنتي فروم ذا سورس، وبعد كده بناخد قراءة لما الووتر سيرفيس بتاعتنا بيكون 90 سنتي، وبعدين ريموف يعني فوق 90 يعني 90 سنتي، وبعدين ريموف الووتر فروم ذا تانك لغاية ما نوصل للاس اس دي بتاعنا يوصل ل 100 ناقص الدي ماكس. يعني على سبيل المثال لو احنا ال 100 والدي ماكس بتاعي 1.6، فاحنا الاس اس دي بتاعتنا هتكون 98.4 سي ام على السيرفس، وناخد قراءه، وبعد ما ناخد القراءه بتاعتنا نعوض برضو في القانون ده الريشيو، يطلع لنا قيمه التشو ماكسيمم ريشيو 10. جبنا قيمه التشو ماكسيمم ريشيو 10، نقدر ساعتها نحسب الابسورب دوز ات الديبس اوف دوز ماكسيمم. لو ده كده انا جايب يعني برينت اوت من الاكسل شيت محسوب له، ده معمول على الاس اس دي وريفرنس ديبس، واختار نوع الالكترومتر والسيريال نمبر، قصدي نوع الاين شامبر سيريال نمبر بتاعه، ونفس اللي احنا شرحته بدانا انطباقه كوبالت، اختار البيم كواليتي بتاعنا كوبالت، والريفرنس كونديشن بريشر والتمبريتشر الهوميديتي. يعني دخلنا كل الداتا المطلوبة، البولاريزين بوتنشال والبولاريتي بتاعته والكالبريشن لابوراتوري مثلا اي بي اي الموديل بتاعه، تاريخ المعايرة، السيريال نمبر، الريدنج بتاعتنا، حسبنا الكي تي بي، وبعدين حسبنا البولاريتي كولكشن بتاعنا، حسبنا الكومبينيشن كوريكشن بتاعنا، وبعدين طلعت لنا الكوريكتد دوزيمتر ريدنج للفي 1 كذا، وبعدين حسبنا البيم كواليتي كوريكشن فاكتور من تيبل 14، طلعت لنا قيمة الابسورب دوز على الريفرنس ديبس. تمام، وبعدين لو عايزين نحسب الابسورب دوز على الدوز ماكسيمم اللي هي الزد ماكس، دخلنا قيمة الديبس اوف دوز ماكسيمم مثلا الطاقة 6.6، وبعدين لو احنا طبعا اس اس دي سيت اب بتاعنا احنا تعوض 10 باي 10 والبيرسنت ديبس دوز 10 سنتي طلعناها قيمتها كذا، فبعد ما حطينا القيمة دي طلعت لنا اوتوماتيك قيمة الابسورب الدوز اللي هو 1 جرية على ايه المونيتور يونت. تمام، ده مثال تاني للاس اي دي سيت اب، نفس الفكرة، حددنا سمينا اسم المعجل الخطي، دخلنا البيانات بتاعتنا كلها كاملة نفس اللي عملناه في الاس اس دي، نوع الاين شامبر بتاعتنا والسيرر نمبر والريفرنس كونديشن بتاعت الكاليبريشن بتاعتنا،
وحسبنا الـ pressure temperature correction factor، وبعدين حسبنا الـ polarity correction، وبعدين حسبنا الـ combination correction، طلعنا قيمة الـ correcting dosimeter reading، وبعدين حسبنا الـ absorbed dose للـ reference dips، لو احنا استخدمنا reference dips كذا. طيب لو احنا عايزين نحسب الـ absorbed dose at depths of dose maximum، حطينا على سبيل المثال 1.5، ساعة الـ D max بتاعة الطاقة يمكن 1.6 وممكن 1.5. لو احنا السيستم بتاعنا SED setup، فاحنا حطينا قيمة الـ tissue maximum ratio، حطيناها قيمتها، وبعد كده اتحسبت automatic absorbed dose at D max للـ SED setup، هي يعني واحد جري على المونيتور. طبعا عشان نتأكد من الكاسات بتاعتنا زي ما قلنا، بنفتح البلانك سيستم بتاعنا ونعمل فيرتشوال سيت اب، ونحط نفس الكونديشن اس اس دي والفيلد سايز والديبس والكلام ده كله، بنعمل كالكوليشن. لو القيمه بتاعت البوينت اللي احنا بقى بنعمل عليها نورمالايز دي نفس طلعت نفس القيمه اللي احنا طلعت في الاكسل شيت، يبقى انت كده قياساتك تمام وكله زي الفل. شكرا لاستماعكم، كل حضرتك. السلام عليكم. ان شاء الله هوريكم النهارده ازاي نعمل سيت اب للووتر فانتوم لحالات نقيس الاوت بوت والابسوليوت دوز للفوتون انرجي. تمام. طبعا احنا قبلها بيوم احنا حطينا الووتر تانك بتاعنا في البانكر قبلها بليل علشان ياخد الاستابيليتي بتاعت الانرجي، قصدي التمبريتشر بتاعت الغرفه. تمام. وجهزنا الادوات اللي احنا هنقيس بيها، عندنا الفارمر الاين شامبر فارمر دي اللي هنقيس بيها، الثرموميتر، الباروميتر اللي يقيس بيه التمبريتشر والبريشر. تمام. وبعدين انا ما عنديش ال 2 دي فانتوم، فلذلك انا بقيس بالفانتوم الكبير يعني. فاحنا جبنا الفانتوم بتاعنا تحت الهيد بتاعت المعجل الخطي، وظبطنا الكروس هير بتاع اللينير مع الكروس هير الموجود في القاع بتاع الووتر فانتوم علشان نتأكد من السيت اب. وبعدين بدأنا نوزن بالميزان، نشوف الفانتوم موزون ولا لا. فتأكدنا في الأربع أبعاد بتوع الفانتوم إن الفانتوم كده إيه موزون. بعد كده وصلنا المياه، خرطوم المياه، خرطوم الوتر تانك بالتانك، ونبتدي إيه نملأ. تمام. دلوقتي احنا نسيت اقول لكم حاجه، واحنا بنعمل السيت اب بتاع الفانتوم لازم نتاكد ان احنا نفتح الفيلد سايز بتاعنا، اكبر فيلد سايز اللي هو 40 في 40، والكلوميتر بتاعنا يكون زيرو، والجانتري بتاعتنا تكون زيرو. تمام. احنا كده ملينا الووتر تانك بتاعنا بحيث يكون في حوالي 5 سم فوق وتحت ويمين وشمال، بحيث احنا لو الدبس بتاعنا اشتغل على 10 سم او 5 سم يكون تحت الانبوبه حوالي 5 سم، ومن الجنبين بتوع الووتر تانك 5 سم علشان نقلل الاسكاتر اللي هيحصل اثناء الميجرمنت. لان لو هي يعني ما فيش كميه المايه اللي هي في الجنبين بتوع الانبوبه، هيكون في سكاتر، فالسكاتر ده هيأثر على القراءه بتاعتنا. تمام. حطينا الانبوبه بتاعتنا في الهولدر بتاعها، وبعد كده نعمل ايه السيت اب بتاعها. طبعا احنا هنظبط السيت اب بتاعنا على الليزر. دلوقتي كده احنا حطينا الووتر فرونت بتاعنا في الايزو سنتر بتاع الجهاز، ناقص نحط الايون شامبر في الايزو سنتر. الانديكيتور بتاعنا هيكون الليزر. يعني احنا حاطين الهولدر بتاع الايون شامبر عليه عشان نظبط الاتراك. يعني احنا حطينا رفل كده الاين شامبر في منتصف الايزو سنتر بتاع الجهاز،
ودلوقتي هنخلي الفيلد سايز بتاعنا 10 في 10. أسهل طريقة ممكن نظبط بيها الأيون شامبر هي نحط ورقة فوق سطح المية ونشوف الكروس هير نظبطه على إيه الأيون شامبر بتاعتنا، تمام؟ فإحنا كده يعتبر يعني إيه يعتبر كده احنا الايون شامبر حطيناها في الكروس هير بتاعنا، تمام؟ باين هنا اهو، يعني لو بصينا كده هنلاقي التب بتاعت الانبوبه يعني متظبطه، الكروس اللي هو اللاترال اللي هو الاكس مظبوط والواي مظبوط معانا، تمام؟ فاضل خطوه بقى ان احنا ايه نظبط نحط الزيرو بتاعنا اللي هو نحط الانبوبه بتاعتنا هاف اميرسد عشان دي تبقى على الايفكتيف بوينت او الميجرمنت بوينت اللي احنا هنقيس ايه عليها. هننزل كده بالزيت، يعني هننزل الانبوبه تحت الميه. لما نطلع وننزل كده بتزيد لغايه ما الانبوبه تعتبر هاف امرس، يعني نصها محمور في الميه ونص في الميه، بحيث لما تبص من اللاترال فيو كده تحس ان هي واخده شكل السيركل او هي كانها شكل كامل. واخدين بالكم كده، بصوا فوق سطح الميه تحس الأنبوبة يعني نصها فوق المية ونص تحت المية، لما نبص من تحت كده وننزل تحس إن هي سيركل كده، تحس إن هي إيه خلاص يعني أكنها شكل مكتمل يعني تحت المية. يعني بصينا كده من لاترال فيو، بصينا من الجنب كده، تمام كده. إحنا كده حطينا، يبقى كده ظبطنا الفانتوم بتاعنا في الايزو سنتر والايون شامبر بتاعتنا في الايزو سنتر، وعملنا في الديساس بتاعنا 10 في 10 والجانتر 0 والكولوميتر 0. بعد كده هنعرف البوزيشن ده اللي هو ده 0 بتاعنا، تمام؟ دلوقتي خلاص احنا كده هنظبط الاس اس دي بتاعتنا. بقى كده احنا خلاص كل البارامترز المطلوبه للميجرمنت بتاعتنا حققناها، فيلد سايز 10 في 10، كيلومتر 0، جانتري 0. دلوقتي برضو اسهل طريقه ان احنا نظبط بيها الاس اس دي ان احنا نحط بيبر على سطح الميه ونطلع بالووتر فانتوم. تمام كده، كده الاس اس دي بتاعنا بقى ايه 100. هنرجع للزيرو بتاعنا تاني اللي احنا حفظنا السيت اب بتاعه. كده يبقى احنا كده عملنا السيت اب بتاعنا للووتر فانتوم والايون شامبر بتاعتنا. نبتدي بقى نعمل ايه الميجرمنت بتاعتنا.
طبعا ما ننساش نقيس البريشر التمبريتشر بتاع الميه، يعني نحط الحساس بتاع الترمومتر في الميه بتاعه الاين شامبر في الووتر تانك، ونقيس البريشر بتاعه. ودول مهمين طبعا، احنا شرحناهم قبل كده اهميه انك انت تقيس البريشر والتمبريتشر بتاعه. لسه الجهاز بيقرا لغايه ما تبقى فيه ستابيلتي في درجه الحراره، وبعد كده نبتدي ناخد نسجل الاكثر ستابيلتي معايا كده. هكون يعني حاجه مختصره كده ومفيده ان شاء الله، ان انا اوريكم ازاي احنا بنعمل سيت اب للاين شامبر والووتر فانتوم بتاعنا في قياس الاوت بوت ميجرمنت. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. دلوقتي انا هشرح الاكسل شيت الخاص بال تي ار اس 398 لقياس الهاي انرجي فوتون بيم. طبعا انت ما بتفتح الاكسل شيت او الورك شيت الخاص بالتي ار اس للهاي فوتون بيم، اول حاجه بتكون زي ما قلنا قبل كده الورك شيت ده بتقسم كذا سيكشن، كل سيكشن ليه انفورميشن محتاجها، تمام؟ فهنيجي هنا مثلا، انت في الاول مثلا بتكتب اليوزر، اسم المكان بتاعك، الديت، التاريخ اللي انت عملت بيه المعايره. بعد كده بتكتب البيانات الخاصه بالكونديشن اللي انت بتقيس فيها الجهاز بتاعك دلوقتي، تمام؟ اول حاجه نوع الجهاز بتاعك، التوز ريت اللي انت هتشتغل بيه، الريفرنس فانتوم شغال اكيد في ووتر، الريفرنس فيلد سايز 10 باي 10، الريفرنس ديبس 10. في ناس هنا بتحط على الدي ماكس، لو انت بتقيس 6 هتحط 1.6، في ناس بتقيس على 5، ناس بتقيس على 20، انا دايما بقيس على 10، يعني ريكومنديشن من فاريان، يعني دايما تقول كده ديبس الزد ريفرنس بتاعك يكون على 10، تمام. الانرجي اللي انت هتقيسها، البيم كواليتي بتاعك، البيم كواليتي قبل كده شرحناه ازاي بنقيسه وازاي بنجيبه، يعني بنجيبه من الكيرف بتاع البيرسن ديبس دوز، في معادله كده بنستخدمها ونعوض فيها لغايه ما نجيب القيمه بتاعته. التكنيكس اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو السيت اب بتاعك اس اس دي ولا اس دي، بنشتغل بالاس اس دي. الريفرنس ديستانس بتاعتك 100 سنتي، تمام، على سطح الميه. ده الجزء الانفورميشن الخاص بالريفرنس كونديشن اللي انت هتقيس عليها، تمام. نيجي بقى الجزء الخاص بالايونيزيشن شامبر. اول حاجه هو بيديك لسته بكل الاين شامبر الموجوده في السوق بتاع الدوزومتري، فانت بتختار النوع المتوافق مع او اللي هو الموجود في الشهاده بتاعتك او النوع اللي انت بتستخدمه في القياس بتاعك. طبعا ما بيكون معاك اختيار الاين شامبر ده هيكون له اهميه في جزء هقولكوا عليه يعني قدام شويه. تمام، احنا اخترنا الاين شامبر، حطينا السيريال نمبر بتاعها. طبعا كل حاجه لونها اصفر هنا لازم تملاها او بنسبه كبيره على قد الانفورميشن اللي انت هتحتاجها، تمام. فاحنا اخترنا الاين شامبر بتاعتنا، السيريال نمبر بتاعها. طبعا من الاين شامبر في ناخد منها الابسوربت دوست ووتر كاليبريشن فاكتور اللي هو الان دي دبليو كيو نود، دي اهم حاجه احنا هناخدها من الكالبريشن سيرتيفيكيت اللي بناخدها تبع الاين شامبر بتاعتها. نسجل القيمه بتاعتها، تمام، جراي على النانو كولوم ولا جراي ريدنج، تمام، ونحط الكونديشن اللي هي بقى الاين شامبر دي تم المعايرات عليها. طيب الكالبريشن كواليتي بتاعها كان بكوبالت ولا فوتون بيم؟ لا، في الغالب بيكون بكوبالت 60. كالبريشن ديبس كام؟ 5 سم. دي انفورميشن مش هتاثر في القراءات بتاعتك، تمام، مجرد بس بتملى بيانات. طيب الريفرنس كونديشن بتاعتك البريشر نوت بتكتبه موجود برضو في الكالبريشن سيرتيفيكيت، التمبريتشر نوت اللي اتعمل له التمبريتشر اللي اتعمل فيها الكالبريشن بتاع الايون شامبر، الرطوبه بتاعتك 50%، البولارايزنج بوتنشال في 1 دي مهم جدا 300 فولت، تمام. الكالبريشن بولاريتي في الغالب هو بيكون كل اغلب الحاجه بتتعمل بالبوزيتيف، تمام، وبيكون معمولها كوركتد فور بولاريتي افكت، تمام. فانت بتختار من السيرتيفيكيت الشهاده بتاعه المعايره الفولتيه اللي اشتغلوا عليها، والبولاريتي
في الغالب زي ما قلنا هيكون ايه بالبوزيتيف. تمام. طبعا بتقول مثلا الكاليبريشن لابوراتوري بتاعك الاي بي اي الالكترومتر بتاعك اللي انت استخدمته الموديل بتاعه والرقم وتاريخ البعيرة بتاعت الالكترومتر والايون شامبر بتاعك. في الغالب الاثنين الايون شامبر والالكترومتر بيكون متعايرين في نفس التاريخ ونفس اللاب بنفس ايه الكونديشن بتاعتك. تمام. لان انا يعني في اوبشن انا بقول لك انت هما متعايرين مع بعض وكل واحد لوحده، لا هو مش هما متعايرين مع بعض. تمام. لكن هو لو سيبريت هتختار ايه نو. تمام كده خلصنا الجزء الخاص بالانفورميشن بتاع الايونيزيشن شامبر اند الالكترومتر. نيجي بقى في الميجرمنت بتاعتنا. تمام. طب احنا اول حاجه بعد ما بتظبط الالكترومتر بتاعك وتظبط السيت اب بتاعك والكلام ده كله، اول حاجه احنا قلنا الفي 1 اللي هو اليوزر بولاريتي اللي احنا بنستخدمه هو نفس تقريبا البولاريزنج بوتنشال اللي هم استخدموه في المعايره ايه في المعايره بتاعه الجهاز اول مره. تمام. فاحنا بنكتب هنا مثلا بتظبط الفولت بتاع الالكترومتر على ايه 300. تمام. ونقيس وناخد 3 قراءات. تمام. انا هنا مثلا ما جيت قست كانت القراءات بتاعتي الافريج بتاع ال3 قراءات او ال5 قراءات 13.5. تمام. طيب ال 13.95 ده احنا انا اديت كام مونيتور يونت علشان تطلع القراءه؟ احنا بنعاير الجهاز بال 100 مونيتور يونت. تمام. ال 100 مونيتور يونت يدوني المفروض يدوني عشان عارف معادله الجهاز بنعملها 100 مونيتور يونت يدوني 100 سنتي جراي. تمام. فانا لما ظبطت الفولت بتاع الالكترومتر خليته 300 واديت 100 مونيتور يونت، الريدنج اللي ظهرت في الالكترومتر 5 قراءات وخدت الافريج بتاعهم او 3 قراءات وخدت الافريج بتاعهم كانت القيمه دي. تمام. فهو كل بقى كل ما هو لونه اخضر هيتحسب اوتوماتيك. تمام. فانت لما حسبت لما حطيت هنا القراءه اللي طلعت لك في الالكترومتر والنمبر اوف مونيتور يونت طلعت لنا حاجه اسمها ام 1 اللي هو حاصل اسم الرقم ده على ده طلع لنا ايه الام 1. الام 1 اللي هي الدوزيمتر ريدنج مع اللي هو الام 1 مع المونيتور يونتس بتاعتنا. تمام. تمام. نيجي تاني حاجه نحط البريشر. البريشر بتاعنا احنا اللي احنا بنقيس فيه في البنكر بتاعك انت. فالبريشر بتاعك ليه احنا هنحتاجه علشان نعمل كوركشن للبريشر والتمبريتشر. فانا مثلا هنا كان عندي 101.17 والتمبريتشر بتاعي كان 21.8. لما انا حطيت الارقام اوتوماتيك راح الكوركشن فاكتور للبريشر والتمبريتشر اتحسب ايه اوتوماتيك. تمام. الالكترومتر في الغالب بيكون هنا بيكون 1 بس هنا مش متاكتفه يعني. تمام. نيجي بقى للبولاريتي كوركشن. البولاريتي كوركشن بتقيس بالبوزيتيف 300 اللي هي الفولت ونيجاتيف 300 اللي هي الفولت. يعني انت اول حاجه بتقيس 5 قراءات بالبوزيتيف 300 الفولت اللي احنا بنحطه في الالكترومتر. فهنا مثلا احنا قسناه قبل كده اللي هو البوزيتيف 300 اللي هو كان 13.95 ده اللي احنا قسناه اول مره لما قسمنا ايه على 100. نيجي هنا في بعد ما خدنا 5 قراءات وخدنا الافريج بتاعهم او 3 قراءات وخدنا الافريج بتاعهم نيجي ناخد نغير البوزيتيف نخليه نيجاتيف 300 وناخد ايه 5 قراءات وناخد الافريج بتاعهم. لما انا عملت كده كان القراءه بتاعتي 13 بوينت. تمام. واتحسب بقى اتعمل بولاريتي كوركشن اوتوماتيك في المعادله دي اللي احنا شرحناها برضو قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده. تمام. نيجي بعد كده للكومباينيشن كوركشن فاكتور. نفس الفكره احنا بنقيس ب 300 ده الاول وبعدين الريديوس الفولت ده بنخليه تقريبا تلت البوزيتيف. يعني احنا لو كنت انا هنا لو انا في الكومباينيشن كنت قايس بتاعتي ب 300 بوزيتيف 300 فان الفي 2 اللي احنا هنعملها ريديوس في الغالب هتكون ايه 100 تلت الرقم الكبير. تمام. فاحنا لو هنا حطينا 300 هنا ايه هنحط 100. تمام. القراءه بتاعت ال 300 طلعناها مرتين قبل كده هنا وهنا فاحنا بنحطها هنا. تمام. نيجي هنا في الفي 2 ريديوسد اللي احنا قسنا بالبوزيتيف 100 لما غيرت وقست طلع الرقم بتاعي 13 بوينت. ماشي. فاتحسب لي الكوركشن فاكتور للريكومباينيشن اوتوماتيك هنا. طبعا احنا هنا كان في
في معادلة بنستخدمها لما هم قالوا في واحد على V2 طلع بتلاتة، والريشيو بين القراءة دي والقراءة دي المفروض تطلع كده، وفي المفروض في جدول كده بنطلع منه القراءة بتاعة الاي نوت والاي 1 والاي 2، فهو ده كله اوتوماتيك بالاكسل شيت. يعني هنا حسب لنا الكومباينيشن كوركشن فاكتور اوتوماتيك، تمام. فاحنا كده احنا بنعمل 3 قراءات، يعني عشان نلخص الموضوع، قراءة 3 قراءات ب 300 بوزيتيف 300 اللي هي البولاريزنج بوتنشال 300 اللي هي موجودة في الكالبريشن سيرتيفيكيت بتاعتنا، فبنقيس 3 مرات، فدي بنحطها في 3 مواضع. اول حاجه في عشان نطلع الريدنج بتاعنا، الريشو بتاع الريدنج بتاعنا من المونيتور يونت، فبنحطها في المكان ده، وبنستخدمها في البولاريتي كوركشن، وبنستخدمها في الكومباينيشن كوركشن فاكتور في المكان ده، تمام. وبعد ما بنعمل البوزيتيف 300 بننقل ناقص 300، تمام، عشان نشوف عشان نستخدمها في البولاريتي كوركشن ونحطها في الموضع ده، تمام. يبقى كده احنا عملنا بوزيتيف 300 ونيجاتيف 300، ناقص بقى اللي هو الريكومباينيشن اللي احنا عملنا ريديوست لل 300 اللي احنا قلنا هي تلت الرقم، تبقى 100، تكون مكانها في الموضوع في المكان ده، تمام. يبقى كده احنا دي القراءات بتاعتنا، احنا بنقيس 3 مرات القراءات بتاعتنا، 300 بوزيتيف 300 ونيجاتيف 300 وايه بوزيتيف ايه 100. بعد ما بنحسب ده كله اوتوماتيك بيحصل كوركتد بيحصل كوركشن للريدنج بتاع الايون شامبر بتاعتنا. طبعا احنا طلعنا الام واحد، طلعناها الام واحد طلعت هنا اوتوماتيك، تمام. الكي تي بي طلعناه هنا، الكي اي ال سي اللي هي خاصه بالالكترومتر هي بتساوي 1، والكي بولاريتي كوركشن بتاع البولاريتي افكت اللي احنا طلعناه من هنا، والكي اس اللي هو الكومبينيشن كوركشن اللي احنا طلعناه من هنا، ده كله كده بيتضرب ويطلع ايه اوتوماتيك، تمام. طيب دلوقتي احنا طلعنا الريدنج، فاحنا عايزين بقى، احنا قلنا الالكترومتر ما بيقراش دوز، هو بيقرا تشارج، وبعدين التشارج دي بتتحول لدوز من خلال ال من خلال الابسورب دوز كالبريشن فاكتور بتاعنا. طالما انت معاك الابسورب دوز كالبريشن فاكتور بتاعك تقدر ايه تحول التشارج دي لايه لدوز، تمام. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نقرا نشوف بقى الميجرمنت بتاعتنا نظامها ايه، تمام. هل هي وانت بتعمل معرض الجاز بتاعك، فاحنا دلوقتي عندنا فعشان نطلع الابسورب الدوز في الريفرنس ديبس بتاعتنا اللي هي ال10، هنحتاج حاجه اسمها البيم كواليتي كوركشن فاكتور اللي هو الكي كي كيو نوت. فاكرين لما قلت لكم لما احنا بنختار الايون شامبر نختارها، يعني احنا بتختار النوع بتاعنا، لما بتختار النوع بتاعنا بينزل لها اوتوماتيك الكي كيو نوت اوتوماتيك في الاكسل شيت، تمام. طبعا لو انت هتستخدمها مانوال هتلاقي في تي ار اس كده في جدول اسمه التيبل 14 مديك كده علاقه بين التيشو، العلاقه بين التيشو فانتوم ريشيو 20:10 وال اللهم صل على النبي ونوع الايون شامبر، وبتاخد كده بتعمل كده تاخد بتاخد التقاطع بتاعهم وتعمل انتربوليت علشان تطلع قيمه ال كيو كيو نوت، تمام. فهنا بحسبها لك اوتوماتيك، يعني وفر عليك الوقت، مجرد بس ما بتختار نوع الايون شامبر هي بتنزل هنا ايه اوتوماتيك، تمام. تمام. فكده خلاص انا عندي الام كيو اللي هي الكوركت دوزيمتر، الابسورب الكالبريشن فاكتور بتاع الايون شامبر ده الابسورب، وبعدين عندي البيم كواليتي كوركشن فاكتور اللي احنا اللي هو طلع من هنا، بيتضربوا ببعض بيطلع لنا قيمه الابسورب الدوز في الريفرنس ديبس. احنا الريفرنس ديبس بتاعنا قسنا على 10، فالمفروض فعلا يطلع 6.7 في 10 اس ناقص 3 اللي هي 76% من الدوز، يعني ال 10 سنتي تحت سطح الميه تقريبا بيوصل لها 76%، فكده القراءه بتاعتنا صح، تمام. والعايزين بيديك اوبشن بقى لو انت عايز تشوف الدوز على الدي ماكس بتاعتك هتكون واصل لها كام. احنا الدبس اوف دوز ماكسيمم للست طاقه 6 0.6، تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا والبيرسن ديبس دوز بتاعتنا المفروض 67%، انا لما جيت اعمل معاير للجهاز كانت حوالي 66.99%، لما انا دخلت القيمه دي
اوتوماتيك اتحسب لي الابسورب دوز على الدي ماكس بتاعت اللي هي 1 1.002، يعني تقريبا 100.2، تمام. فيعتبر كده يعني ال 100 مونيتور يونت مديني 100 سنتي جراي، تمام. وبالتالي احنا كده انا اطمنت على الجهاز بتاعي ان انا هو متعمل له ايه معين، تمام. شكرا لحضراتكم.